السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معانا في الفيديو بتاع النهاردة طريقة رسم محمد حسني مبارك. الرسمة رسمينها بالقلم الرصاص الأول، وبعد كده بقلم اسود اهوت، بنحدد على التحديد اللي بالقلم الرصاص اهوت. احنا قلنا قبل كده كل شخصية لها ملامح بتميزها. حسني مبارك الوجه بتاعه، الملامح اللي بتميزه الوجه العريض والمربع والحواجب الكبيرة هي صورة محمد حسني مبارك موجودة على الموبايل قدامي اهوت، بشوفها وبتملى منها اهوت، وبرسم الصورة اللي على التليفون. العينين هي زي ما قلت الملامح اللي بتميزه، الحواجب عريضة والوجه عريض ومربع والأنف كبيرة هي، والفم اهوت. كل شخصية يا جماعة لها ملامح بتميزها. وزي ما قلت اللي ما يعرفش يرسم ممكن ان هو يجيب الصورة ويطبعها. يجيب قلم اسود اهيت، هنلون بقى الشعر اهو باللون الاسود. عايزين اشتراك في القناة، اضغطوا على زر الاشتراك اللي تحت الفيديو واعملوا اعجاب بالفيديو، واضغطوا على الجرس ليصلكم منا كل جديد. لايكات يا جماعة وشيروا الفيديو ليه، عايزين تشجيعكم. بعد ما لونا الشعر هو باللون الأسود، هنيجي بنكمل اهوت لون الشعر باللون الأسود. بعد كده البدلة والجرافطة هي باللون الأسود. البدلة هي لسه هنعملها بالقلم الرصاص الظل والنور عشان تبان أوضح وتبان الملامح، ملامح الشخصية بشكل واضح. بعد ما خلصنا اهوت هنيجي بالقلم الرصاص اهوت وهنعمل الأماكن المظلمة والأماكن اللي عليها إضاءة في الوجه، الظل والنور. الأماكن كلها بنتقل باللون الرصاص زي ما قلت لكم.
الصورة قدامي اهيت على الموبايل وانا بنقل منها وبتقل في الاماكن المظلمة وبسيب اللون الابيض في الاماكن اللي عليها اضاءة. بانت الصورة أكتر وضوحا اهيت. بقطنا بقى بنعمل تسييح في الرصاص اللي عملناه. حتى القطنة جاب بنعملها على الوجه. وبكده ينتهي درس النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.